الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يقول ربي، وخير القول قول ربي جل جلاله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أصحاب هذه الصفات العلية الذين أثنى الله عليهم في هذه الآية مقابل توبيخه لمن سبق ذكرهم في الآيات قبلها، يؤتون ما آتوا من نفقة وكذلك من الأعمال قياسا على النفقات، وقلوبهم مع كثرة أعمالهم مع إيمانهم بآيات ربهم، قلوبهم مضمرة للوجل والخوف، لأنهم يوقنون أنهم راجعون إلى ربهم، وأن لهم يوما يلقونه فيه، فيخافون أن يلقوه وهو غير راض عن أعمالهم، فيتهمون أنفسهم لأنهم يعرفون قدره، ويعلمون أنهم مهما عملوا وصلوا وصاموا وقاموا وتصدقوا فإن ذلك لا يبلغ منهم أن يعبدوه أو أن يكونوا قد عبدوه حق عبادته، قد عبدوه حق قدره سبحانه وتعالى، فهم يقظون وجلون حذرون، جمعوا بين الخوف والعمل، ونحن فينا تقصير وفينا تفريط، لكن لم نضم إليه ضميمة الوجل، بل ربما على أحيان غفلات منا نضم إليه الأمن والاطمئنان. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: وسوءتاه وإن عفوت، وسوءتاه وفضيحتاه حين لقائك وإن عفوت. أيها المسلمون، لسنا نحن نعرف من سعة رحمة الله وكرمه وعفوه سبحانه وتعالى ما لم تعرفه الأنبياء والصالحون السابقون من الأولياء، حتى يعملوا ويخافوا وهم مشمرون، ثم نطمئن نحن ونحن مقصرون. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. أيها المسلمون، لقد كانت كلمات عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعجب الإمام مالكا جدا جدا، لما فيها من تعظيم الكتاب والسنة، ولما فيها من تعظيم دين الله وشرائعه، ومن تلكم الكلمات النيرة للخليفة عمر رضي الله عنه وأرضاه، قوله: أيها الناس، إنه ليس بعد نبيكم نبي، وليس بعد كتابكم كتاب، وليس بعد سنة نبيكم سنة، لا يكون بعد كتاب الله كتاب، ولا بعد حكمه حكم، ولا بعد نبي الله نبي، ولا بعد هدايته هاد، ولا بعد سنته سنة، ولا بعد استقامتها ووضوحها وضوح. فكل هذا لا وراء وراءه إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟
ما كان لنبي مرسل أن يغير حرفا مما أرسله الله به، فإن الأنبياء لم يكونوا سماسرة وإنما كانوا مبلغين، قالها إبراهيم وغيره، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا آت بقرآن غير هذا أو بدله، قل يلقن نبيه صلى الله عليه وسلم جوابا، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكيف يبدل كتاب الله وهو كلام الله؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكيف تبدل؟ ولا مبدل لكلماته، لا أحد يعقب كلمة الله ولا أحد يتعقب حكمه بتبديل أو تغيير. لقد انقطع الوحي منذ قرون، وبانقطاعه انقطع النسخ والتبديل والتغيير الذي لا يكون إلا من الله. قال الله جل جلاله: كتابا فصلناه على علم، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. قال ابن الوزير: ما أجمل قول الله فصلناه على علم، المفصل للآيات الله، العليم الخبير سبحانه. فكيف يبتغى بعدما فصله غيره؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. ما كان لأحد من الناس أن يتفوه بعد كلام الله بكلام، إلا أن يكون في بيانه وفي تفسيره وفي تبليغه. وما كان لأحد أن يختار بعدما اختار الله للناس أعدل الأحكام وأصدق الأقوال، ومن أصدق من الله قيلا. ما كان للناس الخيرة، وما كان لهم أن يقولوا، إلا كما قال إبراهيم، ما كان لهم أن يختاروا إلا كما اختار الخليل عليه الصلاة والسلام: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. لا هادي إلا الله، ولا مذهب يذهب إليه تطلبا للهداية إلا كلام الله سبحانه وتعالى وبيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هكذا يصف الله كلامه في كتابه، وهذه كلماته. فمن يمحو كلام الله الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء؟ لا يمحى كتاب الله، وإنه لكتاب عزيز، والعزة الندرة، كتاب نادر لا مثيل له، كتاب لا مثيل له في أحكامه، كتاب لا مثيل له في نظامه. ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله أبدا، لا يستطيعون، ولو كان أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم لبعض، بعضهم لبعض ظهيرا. ثم مع ذلك، وبعد ذلك، وبعد هذا الإحكام، وبعد هذا التنزيل، وبعد حمد الله جل جلاله نفسه العلي وذاته العلي على إنزال الكتاب، لأنه علم أن عباده
مهما حمدوه على هذا التنزيل لا يبلغون حق الحمد. فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قرآنا عربيا غير ذي عوج، كتاب عزيز من عزته، مهما تطلب الأعداء أن يسفهوا منه شيئا أو أن يقفوا منه على خطأ رجعوا خاسئين، أذلة، ذليلين، حقرا. كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم بعد ذلك تسورت المحراب في المملكة السعيدة، شرذمة قليلون، أفاكون كذابون، فشلة اجتماعيا وأسريا وأميون علميا، غرباء عن الشريعة، يطعمون من قنوات من خارج بلاد الإسلام، ثم يتجشؤون في بلاد الإسلام بالكفر الصريح، يريدون أن يبدلوا كلام الله. كانت العرب تقول: إذا سلمت من الأسد فلا تطمع في صيده، وهؤلاء سلموا في بلاد الإسلام ولم يكتفوا، إذ لم ينلهم ضر، أن يخنسوا ويسكتوا ويختبئوا ويأرزوا إلى جحورهم ومدخلاتهم، بل طمعوا في صيد الأسد وتطاولوا وتجاسروا وتحدثوا في إمارة المؤمنين وفي ظل أمير المؤمنين بما يخالف مقتضى ومضمون لقبه، فحاربوا دين المسلمين وسفهوا علماء المسلمين وتجرأوا على شريعة المسلمين، ويتبرمون بهذا اللقب الذي ذكرناه لأنه لا يعجبهم، لأنه ظل يستظل به المؤمنون في البلاد حتى تبقى بلدتهم ومملكتهم إسلامية كما ورثت وكما كانت وكما بقيت وكما ستبقى بإذن الله تعالى. وليخسئ الظالمون، وليخسر المبطلون، يريدون تشتيت أسرنا، يريدون إفساد أبنائنا، يحاورون بغير علم وبغير سلطان أتاهم، يتبعون كل شيطان مريد. فصرنا في بلاد عمر فيها الإسلام مدة مديدة وأحقابا عديدة نناقش الربا والزنا واللواط والإرثى الذي أحكمه الله في كتابه بنصوص نصية واضحة. ما يريد هؤلاء إلا الإفساد، يبغونكم خبالا. ودوا لو عنتم وكفرتم لا يزالون يخالفونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ويهولون لتمكنهم من كثير من وسائل الإعلام أن الخلاف في بلادنا بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وكلا والله، المسلمون السواد العظيم في هذه المملكة، أعلى غالبية المسلمين في بلدان العرب هي في هذه المملكة، وهم شرذمة قليلون، هباء وهواء، ليسوا شيئا، ومع ذلك تتعالى أصواتهم، يوهمون الناس أن الخلاف قائم بين المغاربة، والمغاربة أكتعين أجمعين أبصعين، إلا الشذاذ يأبون ما يأبى الله، ويأبون ما يأباه رسول الله، ويأبون ما يأباه المسلمون. المغاربة أحرار يؤمنون بالله ورسوله،
يخافون الله، يرجون الله والدار الآخرة. زعمت خنيسة أن ستغلب ربها، والله مغالب الغلاب. أول ما نخاطب به هؤلاء: ستغلبون، واهتداؤهم أحب إلينا، لكن لا نغيب في ردعهم التحذير والترهيب القرآني، لأن القرآن خطاب غزة، القرآن خطاب عزة. لا يستجدي الله أحدا ليعبده، لا يسترضي الله أحدا ليعبده. الله غني عن العالمين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بيس الشراب وساءت مرتفقا. نقول لهؤلاء معذرة إلى ربنا ولعلهم يرجعون. قول الله: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. اعلموا أيها المؤمنون أن هؤلاء إن لم يتوبوا سيؤمنون بالذي آمنتم به، لكن حين الفوات، حين يحال بينهم وبين ما يشتهون. قال الله: بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. هم في شك، ما لم يذوقوا العذاب، فإذا جاءهم العذاب لم يزل عندهم شك، فإذا جاءهم العذاب زال عنهم الشك، فأيقنوا حينئذ بالحق الذي نؤمن به. حينئذ يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. من يبدل كتابة الله التي جفت بها الصحف؟ كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. إنما يبتلين الله بهم ليرى أعمالنا نحن، وليرى هل ننصر الله ورسله بالغيب، هل ننصح لكتابه وسنة نبيه، هل نملأ الأجواء بالتكبير، هل نملأ الأجواء بالقرآن، هل نخرج القرآن من محارب المساجد إلى الأسواق إلى المؤتمرات في كل مكان وإلى كل مكان. لم تتعالى أصوات هؤلاء إلا حين خفت صوت الحق. يقول العلماء: من البدع الشنيعة أن يخاف المرء على عرضه أن يهاجم وينال منه فيسكت عن الحق. ما ينبغي لعالم ولا عارف ولا طالب ولا قارئ أن يسكت عن الحق فلا ينشر كلمة الله ولا يدافع عن الحق، خوفا من أن يناله هؤلاء السفهاء الرقعاء المعاتيه المخرفون الفشلة الفجرة، بأنه إرهابي أو بأنه يريد فتنة أو بأنه يريد أن يفسد في الأرض كما قال أتباع فرعون. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد من في السماوات والأرض بالطول والعرض، قالوا فيه ساحر، مجنون، شاعر، كذاب أشر وغير ذلك، وهو أشرف الأعراض وهو أشرف الناس، فقدم إحياء كلام الله وكلمة الله على عرضه. ما كان لنبي أن يفزعه هؤلاء فيسكت، ما كان لرسول ولا عالم ولا عارف بالحق أن يخاف منهم. أيها المسلمون، إن من الحل الذي يكبت به هؤلاء ويعمل به على أن لا نسمع أصواتهم في المستقبل
أن نربي أبناءنا حق التربية على حب الله وحب رسوله وكتابه والتعصب لله ولرسوله ولكتابه. فليس كل تعصب مذموما، بل إن الله خلق فينا مادة التعصب وملكة التعصب لكي نستثمرها في الحق وللحق. املأوا آذان أبنائكم بأكبرية الله تعالى، ولقنوهم أن يتلوا ويفهموا قول الله وربك فكبر. املأوا آذانهم بأقومية هدى القرآن، وأن لا هدى إلا هداه، ولقنوهم فهما وتلاوة قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. املأوا آذانهم بأرفعية مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واملأوا آذانهم بثناء الله عليه وتعظيم الله له وقسمه بعمره لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى قد متعنا بكتابه وهداه، وينبغي أن نستمسك بهما، فإن هؤلاء إنما يعدون الناس الضلال، يريدون أن نرى في مستقبل الأيام في إعلامنا برامج كالتي في إذاعات وتلفزيون الغرب كمحكمة الأبوة، محكمة تقام وقاض يقضي بين زوجين يتحاكمون، وتنشر المحاكمة في برنامج مشهور بين الزوج والزوجة، هل الابن هذا أبوه حقا أم لا؟ فيجابه الأب في أغلب الأحيان في ذلك المجتمع You are not father، أنت لست الأب، أنت لست الأب. غالبيتهم تحت زواجاتهم أبناء غير شرعيين، غير منبثقين من مؤسسة الزواج، ثم يبكي الأب ثم يصالح الزوجة وتمضي الأمور، ويقولون عنه شجاع. هكذا يريدون ببلدنا ومملكتنا. فينبغي أن تتمسكوا بشريعة ربكم وبدين ربكم، وأن تكثروا سواد المسلمين في كل مجامع الخير، فنحن المفرطون. تقام مجالس العلم فيحضر 10 و20 و40 و100 إلا قليلا في بعض الأحيان، فإذا كانت السهرات وغير ذلك امتلأت القاعات بل الساحات التي لا حدود لها. نحن نشهد شهادة زور ضد ديننا بهذه الأفعال. ينبغي أن نظهر للناس هيبة الإسلام بمثل هذا الاجتماع، بملء الأزقة والطرقات في صلاة الجمعة، بكثرة الخطى إلى المساجد، بإغلاق الدكاكين وقت الصلاة. فإن هؤلاء لم يتجرؤوا حين تراخت قبضتنا عن ديننا وشريعتنا. أيها المسلمون، أبشروا بأن الله متم وعده، وأن الله مخزي الكافرين، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يكبت هؤلاء إذا تشبثنا بديننا. واعلموا أن هؤلاء أعداء لجميع المغاربة، أعداء لكل المغاربة، بل هم أعداء للبهائم التي في المغرب بسبب هؤلاء ووجودهم وأصواتهم. تنزل المصائب وتحبس السماء قطرها، وتتحرك الأرض بزلزالها بسبب هؤلاء تغلى المعيشة. هؤلاء أعداء لكل من في هذه الأرض، أعداء للمغاربة لدينهم، لأخلاقهم، لإرثهم، لأميرهم وسلطانهم. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، فرق جمعهم وشتت شملهم واكبت أصواتهم، فإنهم آذونا فيك
وفي نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم الصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى الحوض المبين، لبنة التمام ومسك الختام، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، من الأحداث القاسية التي مرت بنا وما زالت، ما يجري لإخواننا وأحبتنا المستضعفين في غزة. وكلكم تألم، وكلكم أسف، وكلكم دعاء، ولكن أيها المسلمون، إذا أردنا أن ترتفع الآلام عن أمة الإسلام فلا بد من هذا الذي كنا نذكره في أول الكلام، وهو التشبث بكتاب الله العزيز. وإنه لكتاب عزيز، وإن من معاني العزة المنع، فهذا الكتاب من تمسك به عز، من تمسك بهذا الكتاب عز. فينبغي لنا أن نتمسك به، فإنه ليست في الدنيا نعمة أعظم من الإيمان بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه. فلا ينبغي أن يكون تمسكنا بهذا أهون التمسك وأرخى التشبث، والناس يأبون الغبن في تجاراتهم، ويأبون القليل في أرباحهم، فكيف نأبى القليل في ديننا؟ وكيف نريد ونحب ونؤثر القليل من ديننا والأضعف في التمسك بشريعتنا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قال بعد ذلك مبينا الذين ينصرهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فإذا تمسكنا بكتابنا وديننا سينصرنا الله تعالى، ثم لا نرى أمثال هذا الذي رأيناه ونراه. إذا تمسكنا بكتاب ربنا سيرفعنا الله تعالى فوق كل أمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وحذر قومه من فتنة المسيح الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لم تكن ولا تكون فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة أشد من فتنة الدجال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه في صلاته، وعلم المسلمين أن يستعيذوا من فتنة المسيح الدجال في دبر كل صلاة. فتنة عظيمة، أعظم الفتن في الدنيا على الإطلاق. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. 10 آيات فقط تعصم من أعظم فتنة عرفتها البشرية من لدن آدم إلى قيام الساعة. وما هذه الفتن التي تعترضنا نحن إلا فتن رقيقة إذا وزنت بفتنة الدجال الأعور، فكيف تغلبنا؟
وكيف نتبعها وكيف نمشي خلفها ونولي القرآن الأدبار. وليست معنا فقط 10 آيات، بل معنا القرآن كله والسور كلها والأحزاب كلها والمئون والطوال والمكي والمدني والمفصل، كل ذلك معنا. ثم تستهوينا هذه الفتن التي يغلب الدجال وهو أعظم منها ب10 آيات فقط يحفظها الصبيان في الكتاتيب. ما غلبنا إلا لأننا نسينا حظنا من القرآن وتجاوزنا حدودنا التي حدها القرآن، فنسوا حظا مما ذكروا به. ما أكثر الحظوظ التي نسينا، ما أكثر الحدود التي تجاوزنا. وكل حظ نضيعه من ديننا هو حظنا من الكرامة، وحظنا من العزة، وحظنا من الغلبة، وحظنا من الفوز في الدنيا والآخرة. وكل حد من حدود القرآن والسنة التي نتجاوزها هي حدودنا مع الهلكة، حدودنا مع الضياع والتيه، حدودنا مع غضب الله وسخطه. فإذا كنا صادقين حقا وصدقا، وكان يؤلمنا ما نرى حقا وصدقا، فلنتب إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يا نساء المسلمين، لستن كأحد من نساء العالم اليوم إن تشبثتن بدينكن، إن أطعتن أزواجكن، إن لبستن حجابكن، إن اتقيتن ربكن. يا رجال المسلمين، أي رجال مثلكم لو حملتم كواهلكم عبء الأمانة وثقل الوحي المبين وعملتم له وأفنيتم له الأعمار وتركتم التخاذل والتكاسل والجبن والتقهقر؟ إن الأمر لا يبلغ بالتمني والهوينا، وإنما هو دين عزيز من لم يأخذه بقوة تفلت وتركه. وهذا من عزته وكرامته، لا يغلب به إلا المتمسكون. أحكم قبضتك بسنة نبيك، أحكم قبضتك على كتاب ربك، فإنهم لا يغلبوننا. إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن إذا التقى الجمعان، إنما يكون الكتاب ناصراً والحديد ناصراً إذا كنا نحن متشبثين بسبب النصرة هذين، وإلا فأحلام وأماني وبكاء نساء. رضي الله ورحم أم المعتمد حين بكى خارجاً من ملكه، لا أدري صحة ذلك حقيقةً، لكن ليكن فهي كلمة وإن لم تقل كان ينبغي أن تقال. لا تبكي كالنساء، وهي امرأة، لا تبكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال. كونوا رجالا أيها المسلمون، كونوا أشداء في التشبث بالقرآن وبالسنة، افتخروا بهما، اعتزوا بهما. لن يغلب المسلمين أحد إذا رجعوا إلى كتاب ربهم. وإذا تركوا التفرق والتشرذم، ضاعت أصفهان وغلب على الصفويون الرافضة حين تنازع الشافعية والحنفية في أمور فرعية يسع فيها الخلاف، تقاتلوا عليها فدخل الروافض فسحقوهم جميعا وقلبوا دين إيران. إلى اليوم الجزائريون إخواننا سيسمعوننا حتما، ولنا فيهم أصدقاء وإخوان وشيوخ أيضا، يتعاركون مع المغاربة ويتعارك معهم المغاربة. لا أقصد العقلاء، حاشا وكلا، نسب حاكمهم فيسبون ولي أمرنا،
نستخف بهم فيستخفون بنا. أي عقل هذا؟ أي دين هذا؟ وقل مثل ذلك بين المغاربة أنفسهم، يتكلم الرجل العالم في أمور يسيرة أمرها، يسير أمرها، ووجه الشريعة الغراء يغبر، ثم تشغل الناس بما يسع فيه الخلاف، ورب الكعبة ما تليت ولا دريت ولا علمت. أي حمق هذا؟ أي إسفاف هذا؟ يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحقير من هؤلاء لا نريد كتاب الله، ويقول آخر لسنا دولة إسلامية، ثم تتحدث أنت لا أقول مرة ومرتين وحين الدرس وحين السؤال وحين الإفتاء، بل تجعلها معركة. نقول لكم بالدارجة، تقولوا القدام السوق عمر ثلاث وهو مشي تسوق الأربعة. أي عقل هذا؟ أي دين هذا؟ إخوتي المسلمين، إخوتي المسلمون المؤمنون، المغاربة أو أيا كانوا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، كلمة قديمة لا يتعب المرء من تكرارها لشرف قائلها رضي الله عنه، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اشتغلوا، قولوا آمين، قولوا آمين، رد عمهيم، قولوا آمين. هاي بلتي، والله إن هذه الجموع يستغلها المرء ليدعو حتى يتقبل الله الأعمال ويستجيب دعاء جمعكم المبارك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين وراقدين وقائمين، ولا تشمت بنا الأعداء الحاسدين. اللهم احفظ ولي أمرنا وشافه وعافيه، اللهم ارزقه من البطانة أتقاها ومن المشورة أنصحها. اللهم يا رب العالمين وفقه وشرفه بخدمة كتابك وسنة نبيك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج عن إخواننا في غزة والسودان سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لوالدينا وارحم الأموات منهم واختم بالصالحات للأحياء منهم. اللهم اغفر وارحم من علمنا. اللهم يا رب العالمين نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. لا ننسى أن ندعو لكل من يسهم في هذا الخير من تراويح وتهجد ومن صلاة العيد هذه، فنسأل الله تعالى أن يكتب أجرهم على ما يسروا وتعاونوا من رجال السلطة، كل باسمه ورسمه ووصفه، ومن مندوبية الأوقاف، ومن أبناء الحي أيضا، فإنهم ما زالوا يعني يتعاونون حتى يتم هذا الأمر على أحسن ما يكون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. ولا تظنوا أن بنا غلظة حين نرفع الصوت أو نشدد في القول، فإننا نفرح بكم ومفتخرون بكم ونحبكم كل الحب، وإن نريد إلا الإصلاح ما استطعنا.